وللتعليق على مداخلة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بشأن القطاع السياحي، معنا عبر الهاتف مباشرة من الرباط عادل الشتيوي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. أهلا بك معنا أستاذ. مساء الخير أستاذتي الفاضلة. بداية، كيف تقيمون العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول القطاع السياحي؟ اولا اسمحي لي استاذه باش نشاطركم الفرح ديال اليوم، لاني كنشوف السيد رئيس الحكومه المحترم كيخاطب المغاربه من خلال قبه البرلمان من خلال جلسه المساءله الشهريه. هذه جلسه المساءله الشهريه للاسف اللي السيد رئيس الحكومه المحترم حولها لجلسه كلما كان متاحا، وذلك ضد الدستور اللي كيلزمه باش انه يكون حاضر يعني في قبه البرلمان بشكل شهري وبشكل دوري مسترسل. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظة الثانية هو أنه كما قلت لك احنا فرحانين اللي مشينا رئيس الحكومة، ولكن كما كيقول المثل المغربي الفرحة لم تكتمل، لأنه عوض اليوم نشوف رئيس الحكومة كيطلع للمغاربة باش يتقاسم معهم وجهة النظر ديالو والمخطط اللي غادي يقوم به باش أنه يرفع عليهم الغلاء اللي كتعرفوا المعيشة وكتعرفوا الأسعار داخل المغرب، واللي لهبات جيوب ديال المغاربة وقضت على الميزانية ديال مخلاتهم كيعيشوا في واحد الحالة من ضنك العيش اليوم، وأنهم غير قادرين أنهم يعني يقوموا بتلبية حاجيات الأبناء ديالهم. اليوم كنلقاو كيتحدث على السياحة رغم ما أن السياحة من أهمية كبرى يعني في دعم النسيج الاقتصادي الوطني. إذن هذه الملاحظة الثانية. فيما يخص تعليقنا كحزب الحركة الشعبية متواجد في المعارضة، أعتقد أن الكلام اليوم اللي جابه رئيس الحكومة هو كلام يعني كيمشي في إطار النوايا وفي إطار الأرقام الشفافة والأرقام اللي ربما كتعطي واحد الانبهار، ولكن في العمق لا، ما كاينش واحد الامور عمليه اللي ممكن انها اليوم اللي انها ترفع من التنافسيه السياحيه وتخلي المغاربه قادرين انهم يعني يستهلكوا المنتوج ديال بلادهم. للاسف في الماضي القريب كنا كنتكلموا يعني على عدة ظواهر كنعرفها المجتمع المغربي، وكنا كنتكلموا في الصالونات السياسية المغربية عن العزوف السياسي للمغاربة وعن عزوف يعني المغاربة عن ممارسة عملية التصويت وإلى غير ذلك. اليوم أصبحنا مع الحكومة الموقرة كنعيشوا عزوفات أخرى ومن نوع آخر. اليوم المغاربة أصبحوا عازفين يعني عن ولوج الأسواق لاقتناء الخضر، اليوم المغاربة أصبحوا عازفين عن ولوج الأسواق لاقتناء الفواكه. طيب سيد الشتيوي، دعنا نركز على القطاع السياحي. إذا اليوم يعني المنظور ديال المغاربة للنقاش العمومي أصبح يعني منظور مخالف. لو نركز على القطاع السياحي، أنتم كمعارضة ما هي ملاحظاتكم أو مطالبكم أو يعني كذلك تقييمكم للسياسة الحكومية المتعلقة بالقطاع السياحي؟ انا سيدتي الفاضله غادي نعطيك مجموعه من الاشارات، وهي اللي غادي تكون يعني غادي تبين يعني ان العمل اللي كتقوم به اليوم الحكومه هو فقط عمل من اجل النوايا. اذا اليوم كنتكلموا على منتوج مغربي لفائده الاصول المغربيه. اليوم بالله عليكم واش الاسر المغربيه عندها القدره انها تمشي للمنتوج السياحي كيف ما بغى يكون الثمن ديالو اليوم؟ لا اعتقد، لان هناك اولويات عند الاسره المغربيه اليوم كيف ما قلت لك، وهي القفه ديال الدار ديالو. بغض النظر عن هذا الموضوع، اليوم هل يعني الوحدات الفندقيه المتواجده في المغرب يعني تستجيب يعني لخصوصيات الاسره المغربيه؟ يعني الاسره المغربيه ما كيمشيش الزوج والزوجه باش يقضوا العطله ديالهم، كيمشيو معهم الابناء ديالهم، احيانا كيمشيو معهم الخوت ديالهم، الوالدين ديالهم. اذا واش الحكومه دبرات هذا الموضوع هذا اللي كيعطينا واحد المنتوج اللي كيستهدف هذه الفئات المغاربه؟ الحكومة قال واحد المسألة مهمة، وهي أنه خلال الجائحة السياحة الداخلية نقضت القطاع، ولكن اليوم هذا القطاع هذا واش السائح المغربي قادر أنه ينقضوا مرة واحدة أخرى؟ اليوم فاش كنشوفوا السياحة في بعض الدول المجاورة يعني الأثمنة ديالها والعروض ديالها المغرية، واش كتخلي أن السائح المغربي أنه يستهلك المنتوج ديال بلاده إلى غير ذلك؟ طيب ما هي اقتراحاتكم لإنقاذ القطاع السياحي؟ نفس السياق رئيس الحكومة اليوم تكلم على أن الخطوط الملكية المغربية وفرت 6 مليون تذكرة، ولكن الإنسان يقول لنا السيد رئيس الحكومة بأي ثمن بأي تكلفة؟ ملي كنلقاو بأن الرحلات الداخلية للخطوط الملكية المغربية مثلا الدار البيضاء العيون أو الدار البيضاء قلميم التكلفة ديالها 1000 درهم،
في حين أننا كنلقاو الرباط مدريد أو الرباط برشلونة أو الرباط باريس ب 400 درهم، في حين مع العلم أن الجهات يعني مجالس الجهات يعني العيون أو الجهات ديال القلمين كتساهم في ثمن التذكرة ورغم ذلك مرتفع. إلى اليوم واش وفرنا للمغاربة المهجر اللي كيكون واحد الجزء كبير منهم هو اللي كنسميوه السياحة الداخلية، لأن المغاربة المهجر بالعودة ديالهم لبلادهم والتشبث ديالهم بالوطن ديالهم كيجيو يقضيو العطلة ديالهم بالمغرب، وبالتالي اليوم واش خلينا لهم هذه الفرصة أمام الارتفاع المهول الأسعار ديال التذاكر؟ ناهيك عننا ما كنتكلموش واحد المسألة أساسية اللي ما كنتكلموش عليها هو أننا جالية ديالنا بالخارج كنعرفوا أنهم كيجيو في الصيف مع وليداتهم مع الأسر ديالهم عن طريق البر، وبالتالي كيجيو في البواخر وبالسيارات ديالهم. اليوم أمام الارتفاع المهول للتذاكر اليوم يكفي أنك تدير إطلال على المواقع الإلكترونية للشركات الأجنبية اللي كتعمل داخل المغرب فيما يخص النقل البحري، كتلقى بأن أسرة مكونة من 4 الأفراد ثمن تذكرة لا يقل على 600 أورو، بمعنى 6500 درهم للأسرة الواحدة. بالله عليك واش المواطن المهاجر اللي بغى يجي يقضي العطلة ديالو غادي يجي اليوم في ظل هذا الغلاء؟ عادل الشيوي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من الرباط.